اختصار مكتمل يعلن افتتاح الجلسه الامين العام. عفوا الشيخ ابو حديث تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، الزملاء الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهنة الزراعة من المهن الرئيسة للحياة البشرية والتي لا تحيا بدونها الأمم. وقد اهتمت الأمم الغابرة بالزراعة، ثم جاء الإسلام فاحتفى وأكد على أهمية الزراعة في الحياة. وقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن الزراعة. فقد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقد جعلت السنة النبوية من الأجر والثواب للمزارعين ما لا يعلمه إلا الله. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو الإنسان إلا كان به صدقة. وقد ورد أن الملائكة تستغفر المزارع والغارس ما دام زرعه أخضر. فإذا الزراعة هي أطيب الخير. السادة الحضور، هؤلاء هم المزارعون أمامكم، يكدون ليل نهار من أجل البحث عن عيش كريم. وهذه جباه المزارعين التي لا تنحني إلا لله، وقد آلت على أن تحمي هذا الوطن. لن يندم المزارعون إذا رجعوا خطوة إلى الوراء من أجل الوطن وحمايته واستقراره. ولن ننسى أن السهم يحتاج إلى أن ترجعوه إلى الوراء قليلا لينطلق بقوة إلى الأمام وإلى غد مشرق بإذن الله. وسنبقى متفائلين في غد أفضل، ولن نقلق من الغد أبدا. إن كل النساء تلد ذكورا، ولكن المواقف وحدها هي من تلد الرجال. يا دولة الرئيس، من خلال رئيسك الجليلة، إن المزارعين يقولون لك أن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها، وأن الشعور بالسعادة يحتاج إلى الرضا بما أنعم الله علينا من راحة بال، فاجعل ألسنتهم تلهج بالدعاء بالشفاء لك لا أن تدعو عليك. وسيأتي يوما تكون فيه الأموال والنجاحات والمناصب والمكاسب بلا قيمة، وسيبقى الوطن بعزته وشموخه هو القيمة كلها. دولة الرئيس، من خلال الرئاسة الجليلة، المزارعون ثروة وطن وضمان نهضة شاملة، فلا نحبط آماله بفرض ما لا طاقة لهم به. فالجرح لا يؤلم إلا من به ألم. ونقول لك إن ما يؤلم الشجرة ليس الفأس، إنما يؤلمه حقا أن يد الفأس من خشبها. وما جاء اعتصام المزارعين إلا للحفاظ على قوتهم وقوت أبنائهم وقوت الأردنيين جميعا، وهم جميعا لديهم انتماء لهذا الوطن وحبهم له ثمين لا يزاود عليهم أحد. وما كانوا يوما دعاة خراب أو أصحاب أجندة. وإن تكلم المزارعون ورفعوا أصواتهم مطالبين بالعيش الكريم، فإنما يريدون حب الوطن. وأقول لك ثلاثة لا تكلموا أمامهم ولا تقطع حديثهم، الوالد والوالدة والمظلوم، لأن قلوبهم هي التي تتكلم. وهؤلاء المزارعون يعاهدون الله كما يعاهدون الوطن بقيادته الهاشمية، بأن يبقى السند لهذا الوطن وقيادته الحكيمة. ومن عاش بلا مبدأ مات بلا شرف. دولة الرئيس، من خلال الرئيس الجليلة، نعدكم أنه سيعلق الاعتصام بناء على موافقتكم لإنهاء معاناة الإخوة المزارعين الذين يرجون قوتهم يومهم من محصول أرضهم، وذلك من خلال إيجاد الحلول البديلة والبدائل المطروحة التي وضعناها قبل أيام بين أيديكم، والتي تكفل كرامة المزارعين وأبناء هذا الوطن الشامخ كافة، حتى نكون أمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع وتشرب مما تجمع. علما يا دولة الرئيس، إن المزارعين اشترطوا شرطين. أولهما هو تراجع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عن استقالتهم، وقد تم ذلك. وأما الشرط الثاني فهو الموافقة على البدائل التي وضعناها بين أيديكم، وإلغاء الضريبة على مدخلات الإنتاج كما وعدتم بدراسة ذلك، وعليه سينتهي الاعتصام. دولة الرئيس، سعادة الزملاء الكرام، المزارعون في اعتصام كانوا مثالا للحفاظ على مقدرات الوطن وحافظوا على هيبة البلد، وإنني تشرفت أن أكون أحد أعضاء هذا الاعتصام، ولم تتم الإساءة إلى أي رمز من رموز الوطن أو مقدرات. الإخوة الزملاء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من يزرع بذرة الخير في هذا الوطن المعطاء، والشكر للسادة جميع الذين ساهموا في حل الأمور، وأخص بالذكر سعادة رئيس مجلس النواب المحترم والنواب،
ومعالي الأخ مروان الحمود رئيس اللجنة الزراعية والمياه في مجلس الأعيان، وزملائي أعضاء اللجنة الزراعية في مجلس النواب. وكل الشكر والتقدير إلى إخواننا المزارعين في كافة أنحاء المملكة الذين أصروا على أن أتحدث باسم ونيابة عن فلهم منا جميعا جزيل الشكر والتقدير. وكل الشكر والتقدير أيضا للأجهزة الأمنية كافة وعلى رأسها مديرية الأمن العام ممثلة بمديرها العام الذي أوصى بطيب التعامل مع المعتصمين والمحافظة على المعتصمين بطريقة رائعة عكست الصورة الحضارية لأجهزتنا الأمنية. وأخيرا فإن هذا الوطن لا يملئ عليه أحد، ويسبق مرفوع الهام خفاقة الرماحين في ظل قيادة الهاشمية، وسيبقى سيدي صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه الأردني الانتماء وهاشمي الولاء بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الرئيس. باسمي واسم مجلس النواب ومن خلال التحية إلى جميع مزارعينا في المملكة الأردنية الهاشمية. يا شباب، يعني نرحب بسماعكم. شكرا سعادة الرئيس. أصبح من المعلوم لدينا كمجتمع أردني وجود ظاهرة العنف المدرسي، وهي زملاء للوقوف عند هذه الظاهرة في مؤسساتنا التعليمية مع الأسرة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية. أنا لا أقف خط دفاع لأي تسيب تربوي أو أدعو إلى التبرد على الأنظمة، لكن جميل جدا أن يتناسب العقاب بشكل متوازن ونسبي مع نوع السلوك أو الخطأ المرتكب بشكل عقلاني، ليكون هناك تجاوب إيجابي حتى يتحقق النظام دون تدخل سلوك يتسبب في إرباك العملية التعليمية الذي قد يؤدي إلى الإخلال بمستوى الانضباط داخل الفصل بشكل خاص وخارج أسوار المدرسة بشكل عام. شكرا سعادة الرئيس. شكرا إلى المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبد الحكيم الخليوي، الذي ومن خلال تصوير عفوي استطاع أن يروج إلى منطقة في الأردن سياحية زارها خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 100,000، وفي هذا اليوم أعلنت بأنها ضمن الخارطة السياحية الأردنية، فشكرا له. ويجب أن يكرم ويطلب من خلال وزارة السياحة ودولة الرئيس. بآخر الجلسة كمان. شكرا سيدي الرئيس. لن أطيل، اسمحوا لي باسم نواب محافظة عجلون أن نشكر معالي وزير التربية والتعليم الذي قام في زيارة لمحافظة عجلون الخميس وتفقد المراكز التربوية في المحافظة، ونطلب من معالي الوزير المزيد لمحافظة عجلون ونشكره باسم محافظة عجلون وزملاء النواب. شكرا سيدي الرئيس. 24 مقر أختي في الساعة 2:30 بمساء يوم الأحد الواقع في 1 رجب 1439 هجرية الموافق 18/3/2018 ميلادية. أولا تلاوة ملخص معهد الجلسة السابقة. طلبات معذرة مقدمة من أصحاب المعالي والسعادة السيد والسادة النواب الكرام بركات النمر وفاء بني مصطفى خالد رمضان خادم محسن رد الشعار علي أبو الليل عواد الزوايد عبد الكريم. ثالثا الردود على الأسئلة. سؤال رقم 1 كتاب دولة رئيس وزراء رقم 710 تاريخ 25/1/2732 والمقدم من سعادة النائب السيد محمود الطيطي. محمود بيه. شكرا سيد الرئيس. غيرنا أولا وأمام المواطنين الثاني الإخواني، أنا قبل قليل كنت في جنازة الله يرحمه المتوفى، كنت أنا وزميلي محمد ظهراء، ونتيجة قرار مجلس الوزراء المادة 30 اللي أمنت المواطن الأردني فوق 60 سنة. يا إخواني إحنا العلاقة بيننا وبين الديوان الملكي علاقة تشاركية، الأصل الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالإعفاءات الطبية. الآن لما عمره 60 سنة يراجع الديوان الملكي عشان التأمين بقول له أنت مأمن حسب المادة 30. مستشفياتنا الصحة والمستشفيات الوزارة الصحة ما عندها الأجهزة وما عندها الكفاءة يا أخوان. المريض اللي صار له يراجع بالمستشفيات الجامعية 10 سنين و15 سنة وكيس الدواء معاه والملف معاه بده يراجع مستشفى الأميرة بسمة في إربد، بيجي بقول له شو بوجعك؟ هاي بعد شهر تيجي بفحصك. فلذلك يا أخواني صدقا هاي المادة إذا إحنا
لابد ان نحول على المستشفيات الجمعيه، واللي ملفه بيكون في المستشفيات الجمعيه يكون يراجع المريض في نفس المستشفى اللي كان فيه. حشرات المرضى يا اخوان قاعد بتموت جراء هذا القرار. يا اخوان، في وزير بالإنابة اللي هو موجود، يعني اذا تكرمت ارجو من الزملاء بلاش ان نكون مستفزين، خلينا نسمع السؤال ومن ثم نسمع الجواب. صاحب السؤال الحديث كم من هو؟ في وزير لما بنسال عنه في وزير، تفضل معالي وزير. راح مسافر خارج البلاد هو وزير الشباب بشير الرواشدي، هو وزير الزراعه بالوكاله. صح يا اخوان، السؤال صاحب السؤال اذا سمحت ثاني. طيب اللي بعده. سؤال رقم 2، كتاب دولة رئيس وزراء رقم 1235 تاريخ 6/2/2017، والفضل كتاب معالي وزير التربيه تحدث عنه، وهو اختبار التيمس، هو احد الاختبارات الدوليه المهمه لتقييم تحصيل الطلبه في العلوم والرياضيات وتقييم فعاليه تعليم هاتين المادتين في مدارس الدول المشاركه على مستوى العالم. دكتور مصلح لترأسه لجنة هامة، لجنة التربية، نتواصل معها وبشكل مستمر. الواقع في امتحانين لازم ننتبه لهم، واحد منهم امتحان التيمز اللي أشار له سعادة النائب، والآخر هو امتحان البيزا اللي أيضا امتحان عالمي ويقارن الأردن بالدول الأخرى. إذا سمحتوا لي، أهمية هذول الامتحانات على المستوى العالمي أهم من امتحان الثانوية العامة اللي إحنا كلنا بنعيره غاية الاهتمام، لأنه هاي الامتحانات تقارن أداء الأردن بأداء دول العالم، وبالتالي إذا تقدم الأردن الناس بتقول الموارد البشرية في خير، وإذا تراجع الأردن بقول لك في أزمة في الموارد البشرية في الأردن. فمن الضروري بمكان يعني إعطاء الأهمية القصوى لهذول الامتحانين، ولا يصار أن يأخذ جزء من الدستور وقت ما بدها الحكومة أو وقت ما بدهاش الحكومة. لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش أي استجواب ما قبل 8 أيام. سعادة الرئيس، وشكرا لسعادة النائب على السؤال. بداية بقدم الاعتذار عن التأخير بالإجابة. أنا محمد إذا سمحتوا يا اخوان، يعني اذا بدكم تتداخلوا من خلال السؤال والجواب انتم ما بدكم تحترموا النظام الداخلي، كيف بدكم تفرضوا على الاخرين يحترموه يعني؟ تفضل معالي الوزير. سيدي، السؤال كما ورد للوزاره هي ذات علاقه بصندوق التنميه والتشغيل ونسبه الانفاق بمدينه الزرقاء. سيدي، 2015 التمويل كان 2,181,491 مليون دينار، مول 500 كان. جواب على السؤال رقم 572 والمقدم من سعادة النائب السيد رمضان الحنيطي. أخ رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، الزملاء المحترمون، باسمكم جميعا أولا من لا يشكر الناس زياراته الميدانية يا أخوان. هذا الوزير يعني زيارة دائما، أي مشكلة إلا يطلع ميدانيا ويشوفها بنفسه ويحلها. طلع على الموقع مرتين أو ثلاث مرات وشاف بنفسه، والحمد لله تم حل الموقع. مشتركين شركة الكهرباء لبلدية الزرقاء وبلدية بيرين. أجى الجواب من معالي الحكومة بأن عدد مشتركين بلدية الزرقاء 106,115، وعدد مشتركين قضاء بيرين 5,340. النائب المحترم، الحقيقة أعداد الاشتراكات هي حسب العدادات اللي يتم تركيبها فعليا بناء على أذنات أشغال وحسب الإجراءات المتبعة. المبالغ اللي يتم تحويلها هي ما يتم جمعه، فأحيانا بيكون عندي أنا 106,000 اشتراك تصدر لهم 106,000 فاتورة شهرية، لكن اللي يلتزموا بالتسديد العدد غالبا ما يكون أقل من العدد الفواتير اللي يتم تصديرها شهريا. بخصوص تحصيل رسوم النفايات
ومن ضمن هذه الاتفاقيات كيفية التحصيل وكيفية نسبة الرسوم اللي بتتقاضاها على التحصيل اللي هو 10% بموجب الاتفاقية، وأيضا آلية صيانة الوحدات، وأيضا كيفية وضع المحولات في الشوارع أو بالميادين والأعمدة. مدى تأثير تفعيل هذه التطبيقات على العاملين بقطاع سيارات التاكسي الأصفر اللي هو استثمار قد يفوق المليار دينار في كلفته النقدية. هذا السياق زملاء إذا سمحتوا لي وأرجو أن أخذ باهتمام رئيس لجنة الاستثمار ورئيس. شكرا سعادة رئيس وشكرا سعادة نائب. الجواب اللي جاوبت عليه كان محدد بالنسبة لترخيص التطبيقات. تطبيقات الهاتف النقال لا ترخص، هو عبارة عن برنامج. الشركة المقدمة للخدمة هي التي ترخص. في حالة كوبر وكريم طبعا هيئة تنظيم النقل البري كانت معنية بترخيص شركات كوبر وكريم، والجزئية اللي بتتعلق بموضوع الرقابة نفس الشيء، الهيئة اللي بترخص الشركات هي اللي بتراقب على أداء الشركات، فأنا كانت هاي الجزئية اللي حبيت إني أجيب سعادة النائب عليها. شكرا. معالي الدكتور جعفر. سننظر فيها خلال الأسبوع القادم وإن شاء الله نلاقي حل لجزء منها. الإشكالية كذلك إن هناك منافسة بين عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، وكل شركة عندها وجهة نظرها فيما يتعلق بالهيكل الضريبي، فلا بد من بعض التوافق بينهم كذلك. القطاع كمان بيعاني من مشكلة تتعلق بالتهريب، وهي مشكلة كبيرة، وبالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي يرغبون بإدخالها إلى السوق، ونعمل على إيجاد حل لمشاكلهم. على وزير على السؤال، كانت بشهر 4/2017 قبل عام، فلذلك في عدم دقة بالإجابة. بس مشان أحطكم بالصورة إنه مجلس إدارة الهيئة بشهر 10/2017 وافق على إضافة نشاط تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، واعتمد مشروع نظام لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات عام 2017، وبشهر 1 عام 2018 او بشهر 2 عام 2018 وافق مجلس الوزراء على النظام وتم نشره بالجريدة الرسمية. فاليوم بنحكي عن خدمات اصبح لها نظام، مقدمة 37 شركة لترخيص خدمات تطبيقات ذكية، مش واحدة او ثنتين. اليوم في تعليمات ستلغي القديمة بناء على النظام الجديد، وتوضع من جديد لكيفية الموازنة ما بين التاكسي الأصفر وخدمة التطبيقات، بحيث أن يكون في توازن بالرسوم اللي بيدفعوها الجهتين. النقطة الثانية أنه أيضا ضمان تأمين الراكب اللي بيطلع بسيارات التطبيقات، هذا يجب انه يكون العقد التأمين واضح ويشمل الراكب. النقطة الثالثة، وهي فيها اشكالية قانونية مع شركات التأمين. النقطة الثالثة، نظام التتبع للسيارة يجب ان يكون فقط مش من خلال الموبايل، لان الموبايل ممكن اغلاقه، فيجب ان يكون في تتبع للسيارة ايضا من اجل الامان. تعليمات مجلس الادارة الاسبوع القادم راح يدرسها ويقرر التعليمات بما يتفق مع القوانين والتشريعات، وبالذات قضية التأمين والتوازن بالرسوم اللي بيدفعوها المستثمرين سابقا بالتاكسي الأصفر أو التاكسي المميز وما بين التطبيقات الذكية، مشان السوق يكون عادل. شكرا. شكرا. سيدي، جاءت إجابة بالتطبيقات الذكية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنهم استندوا إلى تعليمات أصدرتها هيئة الزملاء. أرجو عدم الخروج من القاعة إذا تكرمتوا، إذا سمحتوا أرجو عدم الخروج من القاعة. تفضل أخ حسن. تعليمات أصدرتها هيئة النقل البري ووزارة النقل بعام 2017 استندت فيها للفقرة ألف
من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم قطاع النقل الذاتي. اجتماع مع القواعد الانتخابية في الطفيلة، يعني بطلب مساعدة هذا المجلس للأمانة لأنه الوضع تعبان ويبدو أنه الهجرات الآن متوقفة، ففي رغبة عند تقريبا 10,000 مواطن للهجرة إلى أمريكا. إذا كان ثمة رسالة بدهم يخلصوا ويروحوا، رسالة إلى هاي بواسطة هذا المجلس كندا لا بتمنبيك عشان عملية التفريغ. شكرا. مياه يتم تطبيقها على كافة الاشتراكات في المملكة سواء كانت اشتراكات منزلية أم غير منزلية. طبعا تتراوح التأمينات حسب طبيعة الاشتراك ونوعه. أولا تأمين الاشتراك العادي إذا كانت مساحة البناء أقل من 200 متر مربع هي 15 دينار، إذا كانت المساحة أكثر من 200 متر مربع بتكون 10 دنانير إضافية لكل 100 متر مربع أو جزء منها. الله يعطيك العافية دكتور. 15/5/2017 جوابا على السؤال رقم 655 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياضي. تفضل زميل محمد الرياضي. شكرا سعادة الرئيس، شكرا. رسمية وللمواطنين. وبعدين يا سعادة الرئيس أنا بحكيها على الملأ اليوم، معالي موصل معاطة بيشتغل فينا قاعد ما بين كل النواب الفتن، وهذا الكلام بكفي عاد بكفي، زادت الأمور عن حدها. احنا متى؟ احنا نواب أمة، إذا غلطانين وحولونا على لجنة السلوك حاسبونا، مش إنه الوزراء أصبحوا يشتغلوا فينا كما يشاءوا. احنا ما احنا ضعاف، احنا حبنا للوطن هو اللي بيمنع قاعد. يا محمد أنت تكلم معي مش بعض الزملاء. يا زملاء زملائي أنصاف، مش انت خط دفاع في رئيس مجلس زملائي، مش انت خط دفاع زميلي انصاف، روحي عينيني كم موظف، زميلي انصاف زميلي انصاف في سعادة الرئيس بتكلم معه. انا راح ارد عليه، زميلي في رئيس فوق بتكلم معه. يا عبد الرئيس زملاء انا راح ارد عليه، رئيس الحكومة كما تشاء، يعني ما بيصير انتوا بعد ما حكيت معه انا راح ارد عليه. ما بيصير سعادة الرئيس، ما بيصير. انا محمد قاسي محمد زميل انا غلطان، حول لي على جد السلوك يا زملاء. ما بيصير انا بالطريقه هذه المسابقه نشتغل فيها رئيس وانت بتطلعني من راس زملائي. في نظام داخلي يجب ان يحترم يا زملاء، في نظام داخلي يجب ان يحترم. ستشطب الكلمه التي يتطاول فيها على دوله الرئيس الوزراء بخروجه من القاعه، ستشطب من محضر الجلسه، ويوجد ولنا دستور ولنا طرق دستوريه للتعامل مع هذه الحكومه في حال انها اخلت بالدستور او كان لها اي راي. يا زملاء ستشطب الكلمه التي اساء فيها لدوله الرئيس بخروج من تحت الخبه. ممكن تقعدوا مكانكم؟ ممكن تقعدوا مكانكم؟ ممكن تقعدوا مكانكم؟ ممكن تقعدوا مكانكم؟ يا زملاء انا رديت عليه، ممكن تقعدوا مكانكم؟ يا زيد زيد وشراكي، زيد وشراكي، يا انصاف زميلي انصاف، زميلي انصاف، زميلي انصاف، انا رديت عليه يا زميلي انصاف. زميل زيد، زميل زيد، زميل زيد، زيد زيد الشباب زميلي، ممكن تجلس؟ انا رديت على زميلكم، الرئاسه رديت على زميلكم يا زملاء. السؤال الذي يليه عمان عام، السؤال الذي يليه سؤال رقم 11 كتاب دوله رئيس وزراء رقم 4190 تاريخ 24/5/2017 مرفقه كتاب معالي وزير الماليه، جواب على السؤال رقم 675 والمقدم من سعاده النائب السيد فواز الزعبي. زميل فواز الزعبي غياب غير موجود سيدي. سؤال رقم 12 كتاب دوله رئيس وزراء رقم 7189 تاريخ 5/12/2017 جواب على السؤال رقم 999 والمقدم من سعاده النائب المحامي صالح العربوطي. زميلنا الاستاذ صالح العربوطي تفضل. يا زملاء خلينا نسمع زميلنا. يا زملاء بسم الله، زملائي الاكارم احترموا نظامنا الداخلي. لا ما هذا 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 لا يجوز هذا. يا زميل الانصاف اذا هو اخطا ما انت بتخطئ قاعده. لا ليش اعطيها الحديد؟ ليش اعطيها الحديد؟ انا رديت عليه. انا الرياض، انا الرياض يا زملاء انا رديت. لا